أقول هل لصلاة الجمعة سنة قبلها أو بعدها؟ ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، ليس لصلاة الجمعة سنة إيه؟ راتبة في أصح قولي العلماء، ولكن يشرع للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له من الركعات، يسلم من كل ثنتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على أن المشروع للمسلم إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما قسم الله له قبل خروج الإمام، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين أو أربعا أو أكثر من ذلك، فكله حسن، وأقل ذلك ركعتان تحية المسجد. أما بعد صلاة الجمعة فلها سنة راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته.